كيف قبل كانت الزواجات مختلفة تماما وهسه اختلفت بشكل جذري تماما. <applause> يعني احنا هسه بزمن بسوشيال ميديا وب ببلاوي سوداء فالزواج م. صار اصعب من قبل، قبل كان مسلم يعني انه حتى الاعداد ما كانت هوايه، اذا ترجع لكل بلد واعداده قليله كان يعني الزواج اسهل. فهسا صارت انه وسط وجود السوشيال ميديا ومشاكلها صارت الزواجات يعني هسه احنا نحكي عن الزواج لو نحكي عن الطلاق لو نحكي عن الحب ثلاث مفاصل مهمه. أه الطلاق يشوفه اكثر من الزواج وهاي مشكله كبيره وهسه نرجع لها انه ليش الطلاق هو اكثر من الزواج؟ مسبباتها هذه؟ خلينا نقول هاي مية بالمية هاي البهرجة وال مية بالفلوس مو كلش. شي كل شيء كل شيء الفلوس مو كل شيء قبل كان مضمون أهم طبعا من الظاهر طبعا كان أكو تارجت معين أنت مم. تأسس له تقول إنه أنا تزوجت راح أسوي أسرة وما أعرف شنو كذا وتعرف شو راح يصير هسا ما تعرف هسه تتزوج منه ورا أسبوع تطلق أه لأن الأشياء تبدي سريعة أه وتنتهي سريعة يعني احنا اذا نفصل انه هو منو الاهم الحب لو الزواج بالحقيقة الحب هو يعني الأسمى هي الفكرة الأساسية للدوم هو الحب إذا ماكو حب الزواج راح تنهار هاي المنظومة أو المؤسسة اللي أنت مراهن عليها راح تنهار إذا ما أكو دعامات شو سميها سميها انه تسند هذا هاي المنظومه خلينا نقول بهاي الفتره تنهار نقول بهاي الفتره مثلا فتره التمثيل الكل يطلع اجمل ما عنده في فترات الخطوبه ومن بعد الزواج يفقد كل من يرجع على طبيعته برايك مو هذا يحتاج له وعي يحتاج لادراك انه انت ايش قد تقدر تسوي اسره انت اذا ما عندك القدره على بناء اسره انت ليش تخطئ ليش تورط هي ورطه يا اما العائله يورطون الابن خطيه ليش ورطه اذا انت ها ليش ورطه هسه نقول ليش ورطه انا بالمناسبه كل اللي راح احكي هو انا بزعل عنه